مساء الخير. البوصلة أول حلقة في الأسبوع، إحنا في أعظم نقطة في المسألة، ووصلنا للأهداف الكبرى اللي إحنا عايزينها من أول ما بدأنا قصتنا مع الأستاذ الفاضل ابن تيمية، ووصلنا للأربع حقب المتابع يعني اللي أنا قلتهم الأسبوع اللي فات، قلنا ثلاثة منهم ووقفنا عند التالتة، وفيها السبب المباشر أو صلة ابن تيمية بالسبب والسببية المباشرة بما نراه الآن من إرهاب. أنا مش هلخص لأن المتابع متابع، وهي بصراحة كل اللي اتقال ما اتلخص يعني، لكن الأربع حقب دول حاجة مهمة جدا، هو تأسيس الإرهاب في الإسلام بناء على اللي قلناه الأسبوع قبل الماضي، لما قلنا الأربع أسباب اللي زيفت الإسلام، تم تزييفه من أول كلمة غزوة، ثم التنفيذ، ثم التأسيس الفقهي ما قبل ابن تيمية لمجرد المخالفين الخارجين، يعني مش الداخل، لم يكن حتى لو خلافات الطائفية ظهرت من القرن الرابع، إنما يعني ما كانش في تأسيس فقهي يعني يقول أن تتناثر الدماء في الداخل المسلم. كان مشكلتنا مع الميراث اللي وصل ابن تيمية اللي هي الحقبة الأولى، احنا شرحناها الأسبوع اللي فات بالتفصيل، اللي هي خلاصتها نشر الإسلام والأمر بالجهاد على أنه ده راية الإسلام، لازم نفتح البلاد وبتاع وسموها فتح، ده التزييف الأول، لكنه راح لابن تيمية بعد كده وتغير كثيرا معاه. زي ما قلت لكم الإسلام قبل القرن السابع غير بعد القرن السابع، أو بمعنى أصح قبل ابن تيمية غير بعد ابن تيمية. دي الحقبة الأولى، وكان فيها عصر القوة بقى وما يسمى الغزوات، يعني مش الفتوحات، غزو البلاد يعني بعيد عن الرسول، لأن الرسول لم يغزو. وخلاصتها ظهر جهاد الطلب والتأسيس الفقهي بتاع جهاد أو قتال من لم يقاتلني ولم يعاديني ولم يقصد أن يدخل بلاد الإسلام أو أي شيء من الكلام ده، كده من الدماغ كده. وأنا قلت لكم الأسبوع اللي فات بتفصيل ممل أن القرآن لا يعرف ذلك أبدا. الحقبة الثانية تكلمنا عنها، اللي هي بدأت مرحلة الهوان أو شوية الاستضعاف أو الضعف وعدم فتح أو غزو أي بلاد جديدة، ودي بدأت تظهر معها قبل ابن تيمية برضو نظرية المؤامرة اللي وصلت لابن تيمية برضو في القرن السابع. المؤامرة اللي هي في مؤامرة على الإسلام، ده الكلام ده من بدري قوي لحد النهاردة شغال، وأنا شرحته الأسبوع اللي فات بتفصيل، الحق الإسلام بيضيع، الحق المؤامرة على الإسلام. وأنا دققت على نقطة مهمة جدا، أن الدول المتعاقبة باسم الخلافة حكمت زورا باسم الإسلام، هي حكمت باسم نفسها المفروض، فلما تؤمر عليها يعني تعمل مؤامرة عليها، إن كان حدث وهو حدث بداية من العباسية الثانية إلى العثمانية، إنما كان في مؤامرة، لما مؤامرة على الدولة سياسيا لأنها تصدر الإسلام كأنها تحكم بيه. فهم الأوروبيين كانوا عايزين يسقطوا الدولة العثمانية، ما لهمش أي علاقة بالإسلام ولا عندهم أي مشكلة مع الإسلام، وده بعدين هنبقى نشرحه، لأنه مش إن هم مثلا محبين أو مهادنين، لا، هم مش في دماغهم، هم أقوياء من عصر النهضة لدرجة إنه مش في دماغهم، مش على دماغهم، الموضوع منتهي بالنسبة لهم. حتى الحروب الصليبية كانت ردا على اللي احنا عملناه، فما تزعلش، ما تبقاش القانون نفسك، انا بنشر الخير وغيرك جاي بنفس العلامة الدينية يبقى بنشر الشر، هو كمان شايفه خير. فدي الحقبة الثانية، وفصلنا فيها الأسبوع اللي فات، وقلنا الآليات بتتم بالحشد والتأسيس الفقهي، ويبقى يقلب منهج وينفذه. خلي بالكم بس من التنفيذ، عشان دي هتفرق بقى في الحقبة الثالثة دي، كنا بدأناها يوم الأربعاء، هنا بينفذه الحاكم وهنا بينفذه الحاكم. يعني الحكم الإرهابي بشكل ما وهو مخالف تماما لما جاء به القرآن، لكن كان بيد الحاكم، ثم الحشد بيتم بشكل جيش منظم. ركزوا في ده، لأن هنا العنصر الفاصل اللي بقالنا حوالي شهرين بنبحث عنه، دور ابن تيمية فيما حدث. وصلنا بقى للحقبة الثالثة. الحقبة الثالثة دي من أهم تحويلات والنقاط الفاصلة في تاريخ الإسلام، للأسف بقى اسمه تاريخ الإسلام مش تاريخ المسلمين، لأن كله التصق بالإسلام سهلة. إيه بقى اللي حصل؟ ابن تيمية الحراني، وهي بلد اسمها حران دلوقتي تقع في تركيا، يعني إيه كان دوره؟ دوره إنه ورث الورث ده، وأنا قلت لكم مفيش حكمة بتلغي التانية الأسبوع اللي فات، يعني هو معاه في جيبه، جاله الأمر بالجهاد والجهاد الطلب ونشر الإسلام بالسيف والحاجات الحلوة دي، وده لا علاقة له بالقرآن. اتنين، جالوا معاه نظرية المؤامرة، جياله برضو في الطريق من روافد، يعني بتغذي ليه، في أي كارت يطلع لك الكارت، لو عصر قوة يطلع لك احنا جهاد الطلب واحنا لازم نغزو الناس وبتاع، ويروح مطلع لك التأسيس الفقهي القديم.
احنا في عصر ضعف شويه تبقى المؤامره على الاسلام والحقونا وبيغزونا وبيبهدلونا واحنا زعلانين قوي ولازم نجاهد ويحشد جيوشه. ده بالحاكم. كل ده وصل ابن تيميه، وابن تيميه اسس له برضه او زود تاسيسه. الجديد فين بقى؟ الابداع، اللمسه التيمويه بتاعت ابن تيميه يعني. الحقبه الثالثه دي بقى مش حقبه الهزار، دي اللي هتسلمنا للرابعه زي ما قلت الاسبوع اللي فات او اخر يوم في الاسبوع اللي فات، هتسلمنا للارهاب بتاع النهارده، لان كل ده حبيبي ارهاب، ارهاب رسمي. بس الفرق ان ده كان ارهاب باسم الحاكم، ثم بعد كده الحاكم لما لم يعد موجودا او نقص عنهم عملوا جماعات خاصه، وهنوصل لها دلوقتي او الاسبوع ده يعني. ابن تيميه عمل ايه بقى؟ استلم الصراعات الخارجيه دي، اذا كان عصر قوه حقبه الحقبه الاولى وعصر ضعف نظريه المؤامره الاسلام بيضيع والحاجات دي، وزود عليها بقى الصراع الداخلي. وانا قلت لكم ان ابن تيميه هو الذي ساهم في خلق الصراع ده، شيعي وده كذا وده علوي وده نصيري ودول دروز ودول علويين ودول زيديه ودول اثنا عشريه ودول ازيديه ودول كفار ودول مرتدين، كل ده جوه الاسلام. لسه انتوا فاكرين بقى اللي متابع معانا من شهرين الخريطه بتاعت العالم كله، خلاص، ودول كفار ودول مرتدين ودول زنادقه. زاد عليهم بقى واحد هيفيدنا برضو في الحقبه الرابعه، الحكام نفسهم اللي كانوا هنا بينفذوا تنفيذ، هنا بايد الحاكم وهنا بايد الحاكم في الحقبه الاولى والثانيه، فكان الحاكم حبيبي. هنا بقى ابتدى الحكام يتشرذموا وتبقى دويلات، وابتدوا ممكن ما يعملوش الكلام ده. يا عم انا مش عايز اغزو حد يا عم، انا شايف المفكر الفلاني ولا الفيلسوف الفلاني ولا المعتزلي ولا كذا وما بقتلوش، ما بطلعوش على المقصله، مزاجي يا عم الحاجات دي بقى. فراح مزود عليهم بقى زي ما انا كاتب لكم هنا الطواغيت. وقلت الطواغيت جمع يعني صيغه مبالغه من طاغوت، من طاغيه، والواو والت والالف والت مبالغه في اللغه العربيه، بس مبالغه المبالغه زي ملكوت كده. فبقى كله بقى يا باشا كفار، زنادقه، مرتدين. طبعا الزنادقه دول كل المفكرين والكتاب في عصر ابن تيميه وما قبله، ده كفر الاموات. انا فاكر انتوا فاكرين الحلاج قبليه بخمس قرون قال ايوه يتقتل، وابن عربي اللي معاصر كله ما سابش حد خلاص. وهو وده اثر ابن تيميه لما راوه في الاخر، هو نصب نفسه حاكم، ودي بقت في العقل الجامعي بس بعدين. المهم كل دول بحكامهم بقوا طواغيت ومرتدين وطوائف، طبعا الطوائف موجوده كلها بقى. فانت هنا فقدت التنفيذ بقى بايد، ما بقاش بايد الحاكم. هنعرف بقى في المرحله الحقبه الثالثه ايه اللي حصل. ده الحشد. فالحشد بقى مش بسبب ده بس، الصراع الداخلي ان الاسلام بينهار ما بين زنادقه مفكرين وكتاب وما بين علماء، حتى الكيمياء والحاجات دي كان بيكفرهم وكانوا بيسموها السيمياء وبيعتقدوا انها من السحر، انك تعمل ماده تتغير تبقى ماده ثانيه، كانوا بيفتكروها سحر يا حرام. المهم ومعاه بقى المبررات الاولى، الحقب دي برضو معاه في الشنطه. فعندك ان لازم نغزو البلاد الثانيه، وعندك نظريه المؤامره الاسلام بيضيع، وهو بقى خلاها كمان مؤامره بين الخارج وبين اللي عنده. فعشان وزير معين مثلا في عصر المغول اتصل بالمغول او بالتتار، وكان وزير على فكره ما فيش شغله في الدنيا ولا جنس في الدنيا ولا دين في الدنيا ولا مجموعه يعني متفق على شيء، دين، جنس، مله، شغله، محاميين، اطباء، اي حاجه غيره فيهم عناصر فاسده. عن ايه بنحكي يعني؟ على راي الشوام يعني طبيعي. فواحد من طايفه اتصل بيهم وبتاعه وثبت عليه الخيانه، يعني اثبتت عليه، يا خبر ابيض. فطلع كل الطوائف بقى خيانات وخيانات كامله مع الكفر الاصلي ان هم اصلا كفار. ده في طايفه قال بل يقتل صلحاؤهم وعلماؤهم كده، لانه حتى الصالح ده هيفتن غيره يقول له ده راجل كويس بس من الطايفه دي، فاحتمال يفتنهم اللي هم الدروز. هو كان بيتكلم هنا على الدروز. وابن تيميه يعني التكفير عنده خلاص، انتوا فاهمين بقى الشهرين اللي فاتوا انا وريتكم حاجه و60 فتوى يعني الاساسيات يعني خلاص. فبدا الحشد هنا، يبقى معاه السببين دول ومعاه السبب الجديد ده بقى، كل دول بما فيهم الحكام. خلي بالكم لان ده اللي بنعانيه من اول ابن تيميه لحد النهارده، الحكام. ليه بقى يا فندم؟ طبعا انتوا فاكرين الفتاوى اللي انا عرضتها، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ده نقص عن البتاع وعن حد من حدود الله، وشايف الزنادقه قدامه وشايف المش عارف ايه قدامه، يبقوا طواغيت. الطاغوت هو عدو او عكس عبادتك للاله. وبدات مفهوم الحاكميه، وانا شرحت لكم مين اللي بدع الحاكميه، مش التلميذ التافه اللي اسمه سيد قطب، لا، ده الاستاذ الكبير. الحاكميه وان دار اسلام ودار حرب، وقريت لكم فتوه ماردين، واللي متابع اتمتع يعني.
الحشد ده بقى نتج عنه الثلاث آليات التانيين، طريقتهم اتغيرت لأنه ما بقاش ضد الخارج بس، الحقبة الأولى والثانية بالضعف أو بالهزال، إنما ضد الخارج، يا إما أنا بغزوهم يا إما أنا في مؤامرة والخارج بيتآمر عليا والدولة البيزنطية والدولة العفريتية. إنما هنا بقى الحشد ده كله تغير مفهومه مع الأوائل وعجنهم في بعض، ما شاء الله عليه ابن تيمية في ال 33 جزء اللي أنا قلت لكم عليهم، وأخطر كتاب في التاريخ حقيقي اللي هو الفتاوى، مجموع الفتاوى. هطلع فاصل ده وارجع.